أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، الحدث وتفاصيل مختلفة على كل النطاقات الخليجية العربية الآسيوية والعالمية، وبالتأكيد هناك أيضا تفاصيل مختلفة في عناوين الصحف، وأيضا مع موفدنا موفد قناة عمان الرياضية الزميل العزيز أحمد الكعبي، والذي نرحب فيه في خلال هذه اللحظات. أبو شهاب، مساء الخير. مساء النور والسرور يونس، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله يا أبو شهاب من أبو ظبي موفد قناة عمان الرياضية، ورحب أيضا في الجانب الآخر الزميل العزيز أيمن الفقراني، وعناوين أكيد مختلفة كالعادة وتفاصيل مثيرة أيضا. مرحبا بك يونس ولكل المشاهدين الأحبة. وبإذن الله فعلا اليوم مجموعة من العناوين، ما زالت الحسرة بادية يونس بالنسبة للصحافة المحلية بعد الخروج لمنتخبنا الوطني. أيضا هناك في الصحافة السعودية حزن شديد بعد الخروج، خروج الأخضر السعودي بالأمس من أمام اليابان، وأيضا فرح شديد بالنسبة للصحافة الإماراتية بعد تأهل الإمارات أمام قيرغيزستان. غيرها من العناوين سنتعرف عليها بإذن الله تعالى تباعا في عناوين الصحافة. حياكم الله يا الأحبة. باشر منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات تحضيرات لتصفيات كأس آسيا التي ستنطلق في أكتوبر من العام الحالي. التدريبات التي أقيمت على الصالة الرئيسية بمجمع بوشهر مساء أمس اتسمت بالجدية والحماس، تفاصيل كثيرة نطلعكم عليها من خلال تقرير الزميل أحمد العقمي. استعدادا لتصفيات كأس آسيا بالإمارات مطلع أكتوبر من العام الجاري، يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات وبقيادة فنية وطنية معسكره الداخلي بالعاصمة مسقط. وجاء هذا المعسكر للوقوف على اختيار أفضل العناصر لضمها لكتيبة الأحمر. وعلل مساعد المدرب عثمان العنبوري بأن غياب المنافسات المحلية أبرز المعوقات التي تواجه تطوير اللعبة والنهوض بها عالميا. طبعا هذا المعسكر مدته راح يكون أسبوع كامل، راح يكون في بعض اللياقة والتكتيك والتكنيك، ونعمل بعض المباريات الودية مثل ما خبرتك لاستعداد لتصفيات كأس آسيا. ينقصنا هو دوري للصالات، فهو بإمكانه وش نبدأ مثلا بالمؤسسات، هو حاليا موجود معنا بس اللي هو دوري وزارة الشؤون الرياضية. نتمنى من الاتحاد العماني إن شاء الله أنه يقيم دوري نختار منه اللاعبين من ضمنها. وشهدت القائمة الأخيرة للمنتخب استدعاء 8 لاعبين جدد لمعرفة مدى إمكانياتهم ومهاراتهم الفردية ومدى تجانسهم مع المجموعة، وذلك لضمهم مع العناصر الأساسية ذات الخبرة في المنتخب. من وجهة نظر يعني أن المعسكر مهم، لأن احنا كلاعبين جدد في منتخب الصالات نتمنى أن احنا نكون إضافة في المنتخب ونستفيد من الخبرات مع الشباب اللي هم كانوا أساسا في اللعبة، اللاعبين القدامى في منتخب الصالات، ونتعلم الخبرات من المدربين، وإن شاء الله نكون نحن جاهزين ونواكب يعني اللعبة خلال هاي المعسكر والمعسكرات الجاية إن شاء الله. تعارف، لأن نحن أول مرة تم اختيارنا لنمثل المنتخب، وما بيكون التركيز على النقاط البدنية لأن نحن أول مرة يعني استدعينا، فأكيد أول شيء لازم نستفيد من اللاعبين القديمين إن كيف نلعب خماسي وكيف نتحرك في الملعب، فالنقاط الفنية أكثر يعني. عن خوض مباريات دولية قبل إعلان موعد المعسكر الخارجي التحضيري القادم. هذا وقد سبق لأحمر الصالات أن قاض معسكرا بدولة الإمارات العربية الشقيقة تخللته عدد من المباريات الودية هناك. تدريبات منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات اتسمت بالجدية رغبة للاستعداد الأمثل للمعترك القاري المنتظر في أكتوبر من العام الجاري. أحمد بن حسين العجمي من الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي بوشهر.
أسدل ستار عن فعاليات وأحداث النسخة الثامنة من ماراثون الموج مسقط للعام 2019، وذلك بمشاركة 8000 متسابق من مختلف دول العالم. وجاء الماراثون على مدى يومين، وزع فيها المشاركون على 6 فئات صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية. الزميل أحمد العجمي كان حاضرا وخرج لنا بالتقرير التالي. في رقم هو الأكبر على الإطلاق وبمشاركة أكثر من 8000 متسابق وبحضور أبرز العدائين على مستوى العالم، أسدل الستار عن فعاليات وأحداث النسخة الثامنة من ماراثون الموج مسقط للعام 2019. ففي منافسات اليوم الأول، والتي اشتملت على سباقات الماراثون والماراثون التتابعي لمسافة 42 كيلومتر ونصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتر وسباق 10 كيلومترات، توج العداء الكيني رونالدو كورير بطلا للنسخة الثامنة من ماراثون الموج مسقط 2019، فيما شهد اليوم الثاني والأخير من الماراثون حضورا جماهيريا غفيرا وأجواء عائلية رياضية ممتعة تخللتها أجواء من الحماس والإثارة بين العدائين والأطفال المشاركين في كل من الماراثون الخيري لمسافة 5 كيلومترات وسباق الأطفال لمسافة 3 كيلومتر و2 كيلومتر و1 كيلومتر. الحمد لله رب العالمين أن 25% من رائد هذا الماراثون يذهب للمؤسسات المتوسطة والصغيرة أو المؤسسات الخيرية بشكل عام في السلطنة. عدد المشاركين أكثر من 8000 مشترك، ومش من السهل تنظيم هذا العدد من المتسابقين. أجواء جدا جميلة الله أكرمنا فيها، وجرينا ونافسنا الحمد لله رب العالمين وخلصنا الخمسة كيلو، غيرنا راكض 10 كيلو و21 كيلو و42 كيلو قبل. طموحاتنا في السنوات القادمة أن نشوف عدد عمانيين أكبر في هذه المسابقة، وشكرا للموج وشكرا لماراثون مسقط. وتوج العداء العماني عبيد الجابري بالمركز الأول في الماراثون الخيري فئة الرجال. أما في سباق الأطفال لمسافة 3 كيلومتر تمكن متسابق السلطنة حبيب المحروقي من الحصول على المركز الثالث. الحمد لله أحس شعور جيد واجد، لأن تدربت واجد، حضرت لهذا السباق. الحمد لله كنت قاعد أتدرب وأمشي في البحر، والحمد لله أهلي كانوا يساندوني واجد. طموحي أني أحصل المركز الأول، فإن شاء الله السنة الجاية بروح في المسابقة 5K هو 5 كيلومتر، وبحاول حتى أشارك من الصغار، بحاول أسوي اثنيناتهم. أما في فئة 2 كيلومتر تمكن العماني أسامة الرحبي من خطف المركز الأول، وفي فئة 1 كيلومتر توج ابن السلطنة عمار اللمكي بطلا بزمن وقدره 3 دقائق وثانيتان. بمشاركة هي الأكبر على الإطلاق اختتمت فعاليات ماراثون الموج مسقط للعام 2019، والذي يأتي تشجيعا للأفراد من أجل ممارسة أسلوب حياة عصرية وصحية. أحمد بن حسين العجمي، الموج مسقط. عقدت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا تنسيقيا مع الأندية المشاركة في مسابقة درع وزارة الشؤون الرياضية التاسعة بمقر الاتحاد، بحضور ممثلي الأندية المشاركة وهي نادي عمان ومسقط وأهل سداب والسيب وصحار وصلالة وصحم والنصر والاتحاد وظفار. وتم خلال الاجتماع مناقشة موعد انطلاق البطولة وشروطها وقواعدها. من جانب آخر، تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الدور الثاني لدوري عام السلطنة لكرة اليد، حيث يلتقي أهل سداب مع صحار، ونادي عمان يواجه صلالة، ومسقط يلاقي السيب. خلال الدقيقة الخامسة ويلعب الدقيقة السابعة يلعب ناقص لاعب واحد، يقف مدة دقيقتين. والخبرة هنا العميد، لذلك أغلب توج الحصان جاسر بالمركز الأول في السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الشوط المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2200 متر على مضمار نادي أبو ظبي للفروسية. تمكن جاسر لمالكه ناصر الحشار من التفوق على نخبة من الخيول العربية الأصيلة بعد تحقيقه المركز الأول بتوقيت قدره 2:33.78
والآن ننتقل للزميل العزيز أيمن الفقراني وفقرة الصحافة، أو نتجه إلى أبوظبي قبل ذلك، والزميل العزيز أيضا أحمد الكعبي أبو شهاب، أجدد لك التحية وتفاصيل ما يدور حاليا في كأس آسيا. شكرا يونس. طبعا اليوم الكل يترقب وينتظر ختام دور ال 16 والمباراتين الأخيرتين، الأولى ستجمع طبعا المنتخب الكوري الجنوبي بالمنتخب البحريني، والثانية ستجمع المنتخب العراقي بالمنتخب القطري، مباريات منتظرة بطبيعة الحال، وكل الأمنيات بالتوفيق للمنتخبات العربية. في هذه اللحظات يسرنا أن يكون معنا الأستاذ عمار ساطع، صحفي رياضي عراقي. أستاذ عمار أهلا وسهلا بك معنا عبر قناة عمان الرياضية. أهلا بك وأهلا بقناتكم. حياك الله. نبدأ مع المنتخب العراقي، تنتظر مباراة مهمة أمام المنتخب القطري، أتصور أن المنتخبين قدموا شكل طيب حتى الآن في هذه الدورة، كيف ترى هذه المباراة وأيضا جاهزية المنتخب العراقي؟ من أكثر مباريات بطولة كأس أمم آسيا في هذا الدور، دورة الـ 16، المباراة متوازنة، هي راح تكون الأكثر توازنا بين قوتين عرب من عرب آسيا. المنتخب العراقي المتطلع لأن يحقق نتيجة إيجابية ويتأهل إلى دور الثمانية، دور ربع النهائي، وأيضا أحلام كثيرة تراود المنتخب القطري. اللقاء أعتقد راح يكون أكثر تكافؤا، أكثر ندية، أكثر حماسة، خاصة إحنا لو نعرف أن المنتخب القطري وصل إلى هذا الدور بعد ما تصدر مجموعة ضمت إلى جانب منتخب السعودية ومنتخب لبنان وأيضا منتخب كوريا الشمالية، وحقق نتائج إيجابية كثيرة، وكان أكثر الفرق تسجيل للأهداف في هذا الدور وحقق العلامة الكاملة. منتخبنا أعتقد أنه الفريق العراقي راح يكون أكثر ثباتا، خاصة بعد تعادله مع إيران وفرض للأسلوب اللعب اللي اتبع المدرب كاتنيش في مواجهته الأخيرة ضمن دور المجموعات. جميل جدا. المنتخب القطري أيضا لديه من التطلعات الكثير، ومثل ما تفضلت قدم شكله بشكل أو نفسه بشكل طيب في هذه الدورة. اليوم شو هي العوامل برأيك اللي ممكن ترجح كفة أحد المنتخبين في هذه المباراة؟ طبعا يعني لا يوجد بديل آخر غير اللعب الهجومي. إذا أردت تحسم مباراة مثل هكذا نوع ما تقبل القسمة على اثنين، يجب أن يعني تواجه المباراة بروحية التحدي، بروحية الإصرار، بالثقة بالنفس، بالتطلع نحو دور أفضل ودور متقدم أكثر من بطولة كأس أمم آسيا الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تلعب بنفسية متفائلة. احنا اعتقد ان المنتخب العراقي وصل لمرحلة حالة الانسجام واضحة جدا، بانت على خطوطه، اللاعبين عرفوا اليوم مهمتهم ستمر عبر الطريق القطري، واعتقد ان المنتخب العراقي هو قادر ان شاء الله على حسم المواجهة والحاق الخسارة بالفريق القطري وابعاده عن منافسات كأس أمم آسيا. اقول هذا الكلام لانه بعد ما شفت وتابعت المنتخب العراقي في ثلاث مباريات، المنتخب في وضع جيد، وأعتقد حالة التكافؤ الموجودة عند اللاعبين وأصرارهم على أن يظهرون بأفضل المستويات مع وجود حالة التغيير اللي صار بجانب الدفاعي، خاصة أننا كنا عندنا في العمق الدفاعي مشكلة في مباراتنا الأولى مع فيتنام، وأتصور أن اللاعبين هضموا ما يريد من عندهم المدرب كاتنيتش. جميل جدا. طيب بالنسبة للقاء الآخر أيضا، المنتخب البحريني ومنتخب كوريا الجنوبية، كيف ترى هذه المباراة؟ يعني ما أقدر مثل ما قبل قليل تكلمت أنه ماكو شيء اسمه مستحيل في كرة القدم. كرة القدم تعطي لمن يعطيها، وقضية وجود الحظ ووجود الأمور الثانوية اللي احنا نقول عليها أنه يستثمرون الفرص، كل شيء جائز في كرة القدم. أنا أعتقد أيضا المنتخب البحريني بعد مباراته مع الهند اللي كان هو أقوى فريق بمجموعته الأولى، قدم مباراة كبيرة، وأني حتى لاحظت أن الفريق من عندما يكون تحت الضغط راح يؤدي. فريق البحرين انتقل لدور 16 من المباراة الأخيرة، كان عنده نقطة واحدة من تعادل في مباراة الافتتاح مع الإمارات، وأعتقد أن منتخب البحرين مو بسهولة راح يخسر مع كوريا الجنوبية، ورغم أن الترشيحات والتوقعات وكل النقاد يقولون أنه المنتخب الكوري الجنوبي هو راح يكون إلى اليد الطولة. احنا نتمنى تكون الفرق العربية موجودة، وإن شاء الله العراق والبحرين يلتحقون بمنتخب الإمارات في الدور المقبل بعد ما فقدنا منتخبات كانت لها وزنها في دور المجموعات مثل الأردن
وكذلك منتخب السعودية، منتخب المملكة العربية السعودية. أعتقد البطولة هذه راح تكون حبلة بالمفاجآت. جميل جدا. طيب بالنسبة لدور 16 المباريات اللي مرت فيه، هل من مفاجأة تابعتها ولا كل النتائج كانت منطقية؟ يعني قد تكون مباراة أوزبكستان مع أستراليا وخسارة أوزبكستان بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ربما هي تكون العلامة، ربما هي كان التوقع اللي كان ذاهب باتجاه أوزبكستان، وقدر حارس مرمى أستراليا أنه ينقل فريقه إلى الدور الربع النهائي للبطولة. أيضا يعني نقدر نسميها أن مباراة فيتنام مع الأردن كل الترشيحات كانت تصف في جانب منتخب المملكة الأردنية، لكن منتخب فيتنام وسرعته وأدائه في ساحة الخصم كان هو المعطل الحقيقي. وأيضا لا تنسى أنه ركلات الحظ الترجيحية هي أيضا لعبت دور مهم في هذه المباراة. المنتخبات العربية الموجودة الآن من منها ترشح للمضي قدما في البطولة وربما الوصول للنهائي؟ يعني مو لكوني أنا عراقي وأتكلم هذا الكلام، لكن الفريق العراقي قادر وعنده يعني اقتدار كبير في أن يواجه أقوى المنتخبات. رهبة البطولة من مباراة فيتنام بدت حقيقة تتسرح شيئا فشيئا من نفسيات اللاعبين، وأتصور أنه مواجهتنا مع إيران وضعت المنتخب تحت واقع جديد. ولا تنسى أيضا إحنا مبارياتنا اللي خضناها تجريبية في البطولة اللي هي قبل البطولة بست مباريات، كانت إحداها مع منتخب الأرجنتين في المملكة العربية السعودية في بطولة السوبر كلاسيكو. يمكن هذه المباراة نوعا ما كان فائدتها إيجابية لكون الرهبة والخوف انتزع من لاعبينا ومن نفسيات لاعبينا، وبالتالي إحنا أمام حقيقة تحقيق إن شاء الله انتصار على منتخب قطر والتتويج وصولا إلى الدور ربع النهائي. أمنيات لكم بالتوفيق وجميع المنتخبات العربية المشاركة. جزيل شكري. جزيل شكري. ممتن. ممتن جدا. إذن يونس هكذا كان معنا الأستاذ عمار ساطع الصحفي الرياضي العراقي، طبعا متفائل بمنتخب بلاده وفي انتظار إن شاء الله مباراة مميزة بين المنتخب العراقي والمنتخب القطري. شكرا للزميل العزيز أحمد الكعبي من هناك من أبوظبي موفد قناة عمان الرياضية. إذن كأس آسيا مستمرة وبتفاصيلها أيضا مستمرة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخبات العربية. بعد الفاصل نواصل. والآن إلى فقرة الصحافة والزميل العزيز أيمن الفقراني، وهناك أيضا تفاصيل مختلفة وعناوين أيضا الصحافة وما يدور أيضا في كأس آسيا ومختلف أيضا الرياضات في العالم. الزميل أيمن أجدد لك التحية والكلمة لك. أهلا بك يونس مجددا وبكل المشاهدين الأحبة. وفي عناوين الصحافة جولة مختلفة لعناوين الصحافة المحلية والعربية والعالمية، نقصها بكل تأكيد بداية من الصحافة المحلية ومن أخبار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. فبعد الأحداث التي صاحبت الأحمر في مشاركته ببطولة كأس آسيا إلى أن سوء الطالع وعدم التوفيق في إنهاء ضربة الجزاء التي احتسبت مبكرا للمنتخب بالإضافة إلى الخطأ الفادح من خط الدفاع، كل هذا السيناريو لم يكن في مصلحة المنتخب، والظروف التي تعرض لها بعد أن لعب مبارياته المصيرية بعد 48 ساعة فقط إثر انتهاء اللقاء أمام تركمانستان. صحيفة عمان خرجت عبر ملحقها الرياضي بالكثير من النقاط معنونة بقولها كان بالإمكان أفضل مما كان. وكانت بعثة المنتخب الوطني قد عادت أمس إلى السلطنة بعد انتهاء المشاركة في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في الإمارات، وودع البطولة بعد خسارته أمام إيران بهدفين للا شيء، وأثنى سالم بن سعيد لوهيبي رئيس اتحاد الكرة على الدعم اللامحدود الذي وجده المنتخب الوطني خلال مشاركته في نهائيات كأس آسيا في الإمارات من قبل وزارة الشؤون الرياضية وسفارة السلطنة بالإمارات، إضافة إلى الشركات الوطنية الداعمة والقطاع العام والخاص والأفراد الذين كان لهم أكبر الأثر بما حققه المنتخب الوطني في مشاركته الآسيوية. وقدم لوهيبي شكره وتقديره لجماهيرنا الوفية وقال بكل الحب نتوجه لجماهيرنا الكريمة والرائعة التي
التي واكبتنا وجاءت جماعات وفرادى ليواكبونا في مبارياتنا ضمن النهائيات الآسيوية في الإمارات، وكانوا بحق وحقيقة النجمة الساطعة التي نورت سماء البطولة. لا يجب أن نشعر بالأسى، فقد خسرنا أمام منتخب جيد. بهذه الكلمات ودع بن فيربك مدرب منتخبنا الوطني آخر مؤتمر صحفي له في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات عقب خسارة منتخبنا أمس الأول مباراته أمام منتخب إيران في دور 16. صحيفة عمان تابعت ما قاله فيربك في عنوان قالت فيها: لا يجب أن نشعر بالأسى. واعترف فيربك بأحقية منتخب إيران في التأهل إلى دور الثمانية، وقال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة مباشرة، قال: استمتعت بأجواء البطولة بكل تفاصيلها وحيثياتها، ورحلتنا فيها شاءت أن تتوقف عند حاجز دور 16 حيث اصطدمنا بالمنتخب المصنف أول على القارة الآسيوية. وقال فيربك أيضا: عناصر المنتخب الإيراني بنيتهم الجسمانية وأيضا مهاراتهم، وبدورنا بذلنا قصارى جهدنا هذه المرة، استطعنا ممارسة بعض الضغط عليهم وقد قمنا بإضاعة ركلة جزاء في الدقيقة الأولى، لكن كان أمامنا 89 دقيقة للعودة لم تنجح في ذلك. وكل هذه الأمور تحدث في عالم كرة القدم بأن تتاح للتسجيل تتاح لك فرصة التسجيل من علامة الجزاء ولا توفق في ترجمتها إلى هدف. بلغ إجمالي عدد المشجعين في مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الإيراني أمس الأول في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة 31,941 مشجعا، وكان الأغلبية منهم من الجماهير العمانية نظرا لقرب المسافة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات. صحيفة عمان كان لها وقفة مع المشرف العام على رابطة جماهير المنتخب لتخرج بعنوان فيصل بلوشي رابطة المنتخب أوجدت أجواء تحفيز. وأشاد فيصل البلوش المشرف العام على رابطة جماهير منتخبنا الوطني، أشاد بالدور الحيوي الكبير الذي لعبته الجماهير العمانية في مؤازرة منتخبنا الوطني في مشاركته الرابعة ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات. وفي هذا السياق أعرب البلوش قائلا: أتوجه بالشكر لكل جماهير السلطنة على حضورهم ومؤازرتهم للمنتخب الوطني والتضحية التي ضحوها من أجل وجودهم في الإمارات تشجيع المنتخب، خصوصا أولئك الذين قطعوا مسافات طويلة وتكبدوا عناء ومشقة الطريق في سبيل تسجيل الحضور القوي في مدرجات البطولة الآسيوية. ولا ننسى الدور المحوري الكبير الذي لعبته رابطة جماهير المنتخب في هذه البطولة من خلال إيجاد أجواء تحفيزية للجماهير وابتكارها طرق وأساليب لحث ومناشدة الجماهير للالتفاف حول المنتخب وما ترتب عليه من حشد وزخم كبير. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية والتي نبدأها من السعودية، حيث كشفت الرياضية السعودية من مصادر خاصة أن قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجتمع مع نائبه لؤي السبيعي المشرف العام على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لبحث الخروج من دور 16 من منافسات كأس الأمم الآسيوية بعد الخسارة أمس أمام اليابان 1-0. صحيفة الرياضية السعودية تابعت فخرجت على سرير غلافها قائلة: أخضر يائس. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع الثنائي سيناقش العديد من الأمور معظمها يدور حول مستقبل الأخضر بعد الإخفاق في النهائيات الآسيوية تمهيدا لاجتماع موسع يعقده مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة. من جهته أوضح للرياضية قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أوضح أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد خلال الأيام المقبلة أو سيعقد اجتماعا يشهد العديد من المواضيع المهمة، وأشار إلى أن قرار تقليل عدد اللاعبين الأجانب من الأندية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لم يناقش خلال الفترة الماضية من قبل أي عضو. وقد عاد المنتخب السعودي أمس بعد الخروج الآسيوي. يا قصي اقصي بيتزي فورا، عنوان خرج به الكاتب عدنان قاستني على أوراق الرياضية السعودية بعد الخروج المخيب للآمال للمنتخب السعودي من بطولة أمم آسيا أمس على يد اليابان. مزيد من التفاصيل نطلعها عليكم من خلال هذه القراءة.
ما من شك أن خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس آسيا عقب خسارته من المنتخب الياباني بهدف يتيم يعد بمثابة صدمة كبيرة لعشاق الأخضر ولكل من كانوا يرشحونه لنيل اللقب القاري. ولكن في نفس الوقت لم تكن هذه الهزيمة المؤلمة والخروج المر مفاجأة غير متوقعة بالنسبة لمن تابعوا مسيرة هذا المنتخب ومدربه بيتزي منذ نهائيات كأس العالم، ثم ما تلاها من تحضيرات ومعسكرات ومباريات ودية كاستعداد وتجهيز لهذه البطولة وفقا لقناعات مدرب ما زال متمسكا بها ولم يحد عنها، رافضا تغييرها على الرغم من المساحة الزمنية الكافية لإعادة ترتيب أوراقه والصلاحيات المفتوحة المتاحة له لاتخاذ قرارات مناسبة تساعده على تحقيق النجاح المطلوب والمأمول منه. الأخضر الجديد اهتم مدربه بالشكل وتجاهل المضمون كتركيزه على الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب دون معالجة أخطاء دفاعية نسخة كربونية من سابقاتها وبطء شديد في تحضير الهجمة يساعد الفريق المنافس على التغطية السريعة وقتل أي محاولة تهديف وسط زحمة مدافعين لا يمكن اختراقهم، حتى لو كان ماجد عبد الله موجودا لما استطاع. حتى الهجمة المباغتة للفريق الخصم افتقد هذا الأخضر بسبب فكر مدرب ولف لاعبيه على منهجيته حسب تكتيك حفظوه عن ظهر قلب ومارسوه في جميع المباريات الودية والرسمية. أعلم أن هناك من سيقول أن بيتزي المدرب العالمي كثر الله خيره اجتهد حسب العناصر المتوفرة له من اللاعبين وهذه هي إمكانياتهم، ولا يملك بيده عصا سحرية تصنع منهم مهاجما هدافا ولا خط دفاع صلبا ولا من هذا المنتخب بطلا، فقد لعب على الخيارات المتاحة له من أفضل لاعبي الأندية وبالتالي لا يستطيع كائن من كان توجيه اللوم عليه، فهذه بضاعتكم وهي أم المشاكل التي يجب أن تعترفون بها كمسؤولين وكنقاد. فالمدرب مهما كانت قدراته التدريبية لا يستطيع أن يعمل من الفسيخ شربات. ردي على هؤلاء المتفلسفين بمنتهى البساطة يتلخص في مدرب اسمه مارفيك عرف إمكانيات لاعبيه فأحسن توظيفها وحقق للمنتخب السعودي ما لم يحققه غيره فأهله إلى نهائيات كأس العالم. إذن هذه هي الحقيقة التي يجب الاعتراف بها وهي أصل المشكلة، فإمكانات المدرب بيتزي هي السبب الرئيسي في وجود منتخب كان من الممكن أن يكون ظهوره بمونديال روسيا أفضل بكثير وكان بمقدوره في الإمارات تحقيق اللقب الآسيوي. ولهذا أرى أن القرار المناسب الذي يجب أن يتخذه اتحاد قصي هو إقصاء المدرب فورا دون أي تردد. إلى الصحافة القطرية، فكل قلوب وأنظار القطريين ستتوجه الليلة صوب استاد الهيان بأبوظبي بالإمارات، حيث اللقاء المرتقب والمواجهة النارية والمصيرية التي تجمع المنتخب القطري بشقيقه العراقي في دور 16 للبطولة القارية. الراية القطرية بدورها عبرت عن التحدي الكبير الذي ينتظر العناب القطري في عنوان قالت فيه: تحدي مثير وأمل كبير. العنابي مطالب بالهجوم وبالسعي للانتصار، لكنه أيضا مطالب بالحذر والحيطة كون المباراة تقام بنظام خروج المغلوب ولا مجال بعدها للتعويض، ولا بد من وجود فائز اليوم. وبالتالي فإن الاستراتيجية يجب أن تكون مختلفة عن استراتيجية مباريات دور المجموعات، وهو أمر يعيه بشكل جيد الجهاز الفني لمنتخب القطري بقيادة الإسباني سانشيز مدرب الفريق. وفي الجانب الآخر، خرجت المدى العراقية على صفحتها قائلة: شعار الأسود شوطاني لفوز صريح في ملعب الهيان. وسيرفع أسود الرافدين شعار الفوز الصريح الذي سيكون خيارهم الوحيد في الشوطين الأصليين من أجل مواصلة مشوارهم كمنافسين شرسين في النسخة 17 من بطولة كأس آسيا دون حسابات الشوطين الإضافيين وركلات الجزاء الترجيحية غير المأمونة، أملا بالوصول إلى المباراة النهائية التي ستجري في الأول من شهر شباط المقبل لتحقيق اللقب القاري الثاني على صعيد مشاركاتهم بعد 12 عاما من اللقب الأول الذي خطفوه عام 2007 في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
خبرنا الأخير من الصحافة البحرينية، حيث ستكون مهمة المنتخب البحريني اليوم صعبة عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية، لكن رفاق المدرب ميروسلاف سكوب يأملون بتحقيق المفاجأة والتأهل لدور ربع النهائي. صحيفة الأيام البحرينية استعرضت على صفحتها تدريبات الأحمر البحريني في عنوان قالت فيه: الأحمر البحريني يواجه الشمشون الكورية. وبالعودة لتاريخ المواجهات بين منتخب البحرين والمنتخب الكوري الجنوبي في نهائيات كأس آسيا، فقد التقى المنتخبين في مناسبتين، الأولى عام 2007 حيث حقق خلالها الأحمر البحريني الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثانية في عام 2011 حقق فيها المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بذات النتيجة. أبناء البحرين سيبحثون بالتأكيد عن الخروج من هذه المواجهة بنتيجة الانتصار التي تمنحهم مواصلة المشوار في هذه المشاركة الآسيوية. بهذا الخبر مشاهدينا الأحبة ننتقل بكم مجددا إلى الزميل يونس الفهدي، وهناك العديد من المحطات في برنامج الحدث، ونتمنى لكم متابعة ممتعة. إليك الكلمة يونس. التواصل جزء من صناعة التاريخ، الشغف يقودنا لخدمتكم، يدفعنا قدما معكم، نطلق أفكارا جديدة ونستمد قوتنا من قيمكم. ستجدوننا دوما بقربكم أينما تحتاجون إلينا، نسعى لإيجاد قيمة مستدامة، نطلق العنان للأفكار ونبني مستقبل الاتصالات. رؤيتنا مستقبل أفضل، وجهودنا إنشاء منظومة متكاملة للاتصالات، بها نثري حياتكم ونربط عمان بالعالم. رؤية طموحة دائما تعزز التواصل بين الأفراد وتوفر فرصا واسعة لقطاعات الأعمال. شراكاتنا العالمية تمكننا من تقديم المزيد وتجاوز الحدود والمساهمة في تنمية الوطن، والعمل نحو غد أكثر إشراقا يشكل الناس محوره وأساسا. الاستثمارات الاستراتيجية تتيح عمقا استراتيجيا وقفزة نوعية وفرصا للنمو، وتمكننا من الوصول إلى آفاق أرحب مما يقرب العالم لكم. عمان تل، لأننا معكم نسوي العجب. حياكم الله أيها الأحبة من جديد. اختتمت مؤخرا منافسات النسخة الثامنة من ماراثون الموج مسقط، نسخة جديدة ناجحة من هذا الماراثون الذي انطلق لأول مرة قبل 7 سنوات. في نسخة هذا العام شارك أكثر من 8000 متسابق من مختلف دول العالم، اجتمعوا في هذا السباق الذي جرى في واحد من أجمل الأماكن هنا في مسقط، في الموج الذي أصبح وجهة للكثيرين. وهذا الماراثون خلال سنواته الماضية مساهما في الترويج لهذا المكان الجميل. اليوم نستقبل أحد المشاركين في نسخة هذا العام، نرحب بضيفنا مازن الخصيبي الذي شارك في سباق 21 كيلو. مساء الخير مازن، حياك الله. مرحبا وسهلا، كيف كان السباق؟ الحمد لله. وكيف الأجواء بصورة عامة؟ أجواء طيبة في السباق، وكان تنظيم متميز في السباق، وكان الحماس متواجد في المضمار. جميل، شاركت في 21 كيلو سباق 21. نعم. نتحدث عن هذا السباق، وهل كان السباق هذا مفتوح بالنسبة لأي مشارك من خارج البلد أو بس للعمانيين فقط؟ كان السباق مفتوح لأي مشارك، للعمانيين وغير العمانيين من خارج السلطنة وداخل السلطنة. كان في مشاركين. نعم. في هذا السباق. من وين؟ من أي دول تقريبا؟ تقريبا من الجزائر؟ الجزائر، فرنسا موجودين، بريطانيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، من معظم دول العالم تقريبا، ما يقارب 53 دولة. مقيمين أو اللي يشاركوا من خارج؟ بس خارج. للسباق؟ في السباق. جميل. اللي فاز بالسباق جزائري؟ جزائري الجنسية. جميل جميل، الجزائريين معروفين في السباقات هذه الطويلة. اي نعم. طيب حدثنا عن أيضا
تحضيراتكم تجهيزاتكم من أيضا من العدائين اللي مشاركوا معاك في هذا السباق، هل أيضا من المنتخب أو أنه أيضا هاوين للمشاركة في مثل هذه السباقات؟ بالنسبة لي أنا بديت في التحضيرات قبل من النسخة الماضية لماراثون مسقط في نفس السنة، كان السنة الماضية؟ أيوة نفس السنة نفس فبديت في التحضيرات في نفس الفترة يعني. في نفس الفترة 8 أشهر بديت من 8 أشهر وكانت التحضيرات جيدة، كنت أواجه صعوبات والحمد لله يعتبر إنجاز. 8 أشهر تحضير لهذا السباق، لهذا السباق كأول مرة كأول، يعني أنا ما كنت متوقع أني أحصل لهذا المركز. جميل جميل، يعني تحدي كبير صار عندك بالنسبة لي 8 أشهر وانتظار لهذا السباق، وبالتأكيد أيضا ما خيبت أيضا كل هذه التحضيرات وحققت كأفضل متسابق عماني شارك في هذه النسخة. الحمد لله. ترتيبك العام كان السادس؟ السادس، ترتيب العام كان السادس. السادس. طيب إذا كنا نتكلم عن يعني فترة زمنية طويلة للاستعدادات وغيره أيضا من أخوانك اللي أيضا حضروا لهذا، هل أيضا الحوافز كانت جيدة بالنسبة لمثل هذه السباقات من المنظمين نفسهم يعني؟ الدعم المعنوي كان كبير بس الدعم المادي كان يعني لا يذكر بالنسبة لهذه المدة. مبلغ بسيط جدا. مبلغ بسيط. كم تقريبا؟ تقريبا 150 ريال للمركز السادس، للأول عماني. لأول عماني. أيوة. وكم للفائز المركز الأول؟ تقريبا 400 ريال. 400 ريال، يعني مقارنة مع هذه التحضيرات وهذه التجهيزات يعني مبالغ احنا الحين ما نتكلم عن مئات، نتكلم مفترض عن آلاف. أكيد. كون هذا السباق أكيد. أيضا يشهد نخبة من المتسابقين في النسخة الثامنة، تجهيزات أيضا تجهيزات، لكن كسباق بصورة عامة والتنظيم كان ممتاز. كان ممتاز صراحة. كان ممتاز. جميل. نتمنى إن شاء الله أيضا المنظمين إنهم أيضا يساهموا في أيضا رفع الحوافز المادية للاعب، لأن في هذه الفترة خلال 8 أشهر أكيد أيضا تكلفت ماديا. أكيد. أيضا في التحضير والتجهيز لمثل هذا السباق، يعني يحتاج جهد كبير، يحتاج لمادة عشان تجهز لهذا السباق. نعم. سؤال باختصار، إيش القادم بالنسبة لك مازن؟ والله الحين تركيزي في يعني في سباق قادم جاي؟ في سباق قادم في شهر 3 إن شاء الله. وين؟ في هنا في مسقط. في مسقط. أيوه. وأنت تحضر أيضا للنسخة اللي راح تكون إن شاء الله إن كان للعمر بقية لسنة 2020 إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله مازن الخصيبي، ونتمنى أيضا التوفيق لأخوانك العدائين اللي شاركوا معك، وإن شاء الله القادم إن شاء الله المركز الأول إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لمازن الخصيبي المشارك في سباق الموج. ودع المنتخب السعودي منافسات كأس أمم آسيا من دور 16 بخسارته أمام اليابان بهدف نظيف، وسجل المدافع الياباني تاكاهيرو توماسيو هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية في الدقيقة 20 مستغلا عرضية من ضربة ركنية، ليقود اليابان الفائز باللقب 4 مرات للتأهل لدور الثمانية، حيث تواجه فيتنام في دبي الخميس المقبل. لم أتحدث بعد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم حول تجديد عقدي، كما لم يفاتحني أحد من الاتحاد السعودي حول الموضوع. أؤكد لكم أن اللاعبين لم يخذلوني، بل قاموا بتطبيق فكرتي وفلسفتي على أرض الملعب وعلى أفضل طريقة ممكنة. لا تنسى أننا واجهنا أحد أفضل الفرق في آسيا، وكنت قد ذكرت قبل ذلك أن اليابان هي أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب. لعبنا معظم الوقت في نصف الملعب الخاص بهم وسيطرنا على الكرة، ولكن لم نوفق في اللمسة الأخيرة ولم نملك التصميم على ترجمة الاستحواذ إلى أهداف. لكن دعوني أكرر، أنا راض تماما بأداء اللاعبين. الهدف الرئيسي لأي مدرب مثلي هو تزويد اللاعبين بأفكار يقومون بتطبيقها على أرضية الملعب، وأعتقد أنهم قاموا بذلك بشكل جيد. تمكنت اليوم من إحراز هدف، ولكنني أكثر سعادة لأننا حافظنا على شباكنا نظيفة وتأهلنا للدور التالي. وفي مباراة أخرى، نجح حامل اللقب المنتخب الأسترالي من الفوز على أوزبكستان بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في شوطيها الأصليين والإضافيين بالتعادل السلبي.
أظن أننا عانينا قليلا في التمريرات النهائية ولعبنا بنمط مختلف تماما مقارنة بالمباريات السابقة. منتخب أوزباكستان صعب المهمة علينا، تحصلنا على عدد قياسي من التمريرات حوالي 930 تمريرة. الاستحواذ على الكرة لا يعني الفوز بالمباراة، الأمر يتعلق بتجديد هذا المجهود بأهداف حقيقية. تعلمنا الكثير من هذه المباراة ونشكر منتخب أوزباكستان على مجهوده. لا نقول أن هناك شعور بالرضا عن النفس عندما تخسر مباراة في مرحلة المجموعات، ربما يعطيك ذاك الدافع الذي تحتاجه. كانت المباراتين التاليتين حاسمتين وتمكننا من الوصول إلى الدور ربع النهائي. نحن في المكان الصحيح، الإصابات تلعب دورا كبيرا، والمهم هو تعافي اللاعبين والاستعداد للمباراة القادمة. تأهل منتخب الإمارات إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وذلك عقب فوزه على منتخب قرغستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد مدينة زايد الرياضية بأبو ظبي، وذلك ضمن منافسات دور 16 للبطولة. وبدأ منتخب الإمارات بالتسجيل عن طريق اللاعب خميس إسماعيل في الدقيقة 14، وتعادل منتخب قرغستان في الدقيقة 26، وتمكن اللاعب علي مبخوت من إحراز الهدف الثاني للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 64. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة عاد قرغستان مجددا وأحرز هدف التعادل، قبل أن يتمكن مهاجم المنتخب الإماراتي أحمد خليل من إحراز هدف الفوز في الوقت الإضافي الأول في الدقيقة 103 من ركلة جزاء. دعونا نستمع إلى ردود فعل أبرز لاعبي منتخب الإمارات عقب المباراة. أول شيء الحمد لله على الفوز والتأهل. مثل هذه المباريات خروج المغلوب لازم انت تحاسب فيها، مش شرط انت تستعجل، حتى لو يعني اوكي سجلنا في البدايه يعني فين سجلوا علينا هدف ما استعجلنا، قدرنا نسجل الثاني اوكي ويانا يا علينا هدف في دقيقه في الوقت الضايع، تكاتفنا وهدينا شوي، ودائما يوم تكون هادي وتركز بتي بالمباراه باذن الله. الحمد لله جبناها مثل ما تشوف. مثل ما قلت المباريات الجاية نطلع بصورة أفضل، وأهم شيء في هالبطولات تعرف الجو التصاعدي، يعني عرفت لأنك أنت محتاج أنك أنت كل مرة تحسن من أدائك، وإن شاء الله إن شاء الله الجاية يكون أحسن إن شاء الله. أول شيء نقول الحمد لله على الفوز. هاي كرة القدم ساعات تكون في وضع ما تتوقع، لكن الحمد لله هذا كله كان توفيق من رب العالمين. أتوقع أن المباراة نحن اللي صعبناها على أعمارنا، ضيعنا فرص، لكن الحمد لله هذا كله من توفيق من رب العالمين. نقول الحمد لله إن شاء الله الجاي إن شاء الله راح كده راح تكون نقطة صعبة، وإن شاء الله نحن قادرين مثل ما عدينا هالمرحلة إن شاء الله راح نعدي المرحلة الجاية. نبقى مع بطولة كأس أمم آسيا، حيث يلتقي المنتخب البحريني نظيره منتخب كوريا الجنوبية على استاد مكتوم بن راشد. ورغم الفوارق الفنية بين المنتخبين في نسخة الإمارات والتي تصب لصالح كوريا الجنوبية التي أنهت دور المجموعات بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة، فإن البحرين التي صعدت ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث بإمكانها الاستعانة بتاريخ المواجهات الرسمية السابقة مع المنتخب الكوري لصنع مفاجأة وإقصاء المنتخب الكوري وذلك والمرشح للقب هذه البطولة. لا أكون يلتقي المنتخب البحريني مساء اليوم نظيره منتخب كوريا الجنوبية ضمن اليوم الأخير من منافسات دور 16 ببطولة كأس أمم آسيا، وبالعودة لتاريخ المواجهات بين الأحمر البحريني والشمشون الكوري في نهائيات كأس آسيا. التقى المنتخبان في مناسبتين، الأولى في عام 2007 حيث حقق خلالها المنتخب البحريني الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، والثانية في عام 2011 والتي حقق فيها المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بذات النتيجة. وسيخوض المنتخب البحريني بصفوف مكتملة دون وجود أي إصابات أو إيقافات بسبب تراكم الإنذارات، وهذا الأمر سيساعد الجهاز الفني بقيادة المدرب التشيكي ميرسلاف سكوب على الاعتماد على التشكيلة المناسبة في هذه المباراة والتي تخدم التطلعات في إحراز نتيجة الفوز.
وعلى الطرف الآخر يعتبر منتخب كوريا الجنوبية أحد المرشحين لنيل لقب هذه النسخة من البطولة، نظرا لما قدمه من مستوى فني في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي احتضنتها روسيا صيف العام الماضي. ولن تختلف نوايا المنتخب الكوري في مواجهة هذا اليوم، حيث سيبحث هو الآخر عن العبور لدور الثمانية. فالمنتخب الكوري يتمتع بخطوط متكاملة وبعناصر تمتلك إمكانيات وقدرات عالية، سيما في خط الهجوم الذي يقوده هيونغ مين سون نجم نادي توتنهام الإنجليزي. فهل يستطيع المنتخب البحريني تجاوز هذه العقبة الصعبة، أم يواصل المنتخب الكوري عروضه الرائعة في مسيرة خطف اللقب الغائب منذ عام 1960؟ لنراقب ونترقب وننتظر. يلتقي المنتخب القطري شقيقه العراقي اليوم في لقاء عربي خالص ضمن منافسات دورة 16 من بطولة كأس آسيا، ويسعى المنتخب القطري للمضي قدما في البطولة وتحقيق اللقب الأول له في تاريخه، فيما يأمل المنتخب العراقي في تحقيق اللقب الثاني بعدما توج بالبطولة الآسيوية عام 2007. لقاء عربي خالص برسم دور 16 من بطولة كأس أمم آسيا، يواجه العراق آخر بطل عربي متوج بكأس آسيا 2007 تحديا من نوع خاص، عندما يواجه نظيره القطري للمرة الأولى في البطولة من خلال تاريخ مواجهاتهما التي بلغت 28 مرة. ويسعى أسود الرافدين لتقليص الهوة لأنه حقق 9 انتصارات مقابل 12 فوزا للعنابي. ويخطط أسود الرافدين بجيله الجديد بقيادة علي عدنان على تركه بصمة واضحة وتحقيق إنجاز جديد، معتمدا على المهارة وقوة الأداء التي يتميز بها لاعبوه، فضلا عن الخبرة التي ساعدته على حسم تأهله إلى هذه المرحلة من أول جولتين بعد فوز صعب على فيتنام في الجولة الأولى وآخر سهل على اليمن في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل في قمة المجموعة مع إيران من دون أهداف. وفي الجانب الآخر فإن قطر بلغ ثمن النهائي بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة، ويعتمد بصفة أساسية على هداف البطولة المعز علي الذي سجل 7 أهداف، ومن خلفه خطوط لعب متوازنة ومترابطة للعبور إلى ربع النهائي. وبعيدا عن كل هذه المعطيات فإن اللقاء يبقى مواجهة صعبة للمنتخبين، ويعتمد الحسم على الصبر والتركيز العالي في الحالتين الدفاعية والهجومية، ويرجح الوسط الأكثر التزاما وانضباطا واستحواذا لكفة أحدهما على الآخر في المباراة التي تشهد سجالا قويا، لأن الهدف هو بلوغ الدور ربع النهائي. وإلى فقرة السوشيال ميديا في الأخبار المختلفة وما يتداول أيضا في الحسابات المختلفة، بنبدأ مع حساب نادي السويق الرياضي وفي هذه الفقرة في السوشيال ميديا. رسميا تعيين مجلس إدارة نادي السويق المؤقت لمدة 6 أشهر برئاسة صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد. إلى خبر آخر أيضا وفي حساب الزميل الإعلامي خميس البلوشي، قد نختلف وهذه طبيعة البشر على ما تحقق في المشاركة بكأس آسيا 2019، لكن الأهم كيف نتجاوز مرحلة الجدل لنطور هذا الواقع الذي نعرفه جميعا. المشاركة انتهت، فهل ستكون مثل سابقاتها في التقييم أم ستحرك فينا ساكنا لصناعة واقع أفضل لكرة القدم العمانية؟ أرجو أن نتجاوز مرحلة الاجتهادات. إلى حساب سبيشال أولمبيك عمان، الحساب اللجنة العمانية الأولمبية ساندوا أبطالنا من دول الإعاقة الفكرية لتمثيل السلطنة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاصة دولي على مستوى 192 دولة، وذلك خلال فترة من 8 إلى 24 مارس 2019. إلى حساب نادي صور، تم فسخ عقد المدافع الجديد موسى أوتارا بسبب عدم تجاوزه الفحص الطبي.
وفي حساب أيضا آخر حساب كأس آسيا 2019 لا يوجد منتخب سدد كرات على العارضة بمباراة واحدة في كأس آسيا 2019 أكثر من قرغستان ضد الإمارات 3 تسديدات على العارضة. هذه الأخبار وبالتأكيد أبرز الأخبار كانت حاضرة بالنسبة لتعيين مجلس إدارة نادي السويق المؤقت لمدة 6 أشهر برئاسة صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فاهر آل سعيد. نتمنى التوفيق إن شاء الله للإدارة المؤقتة في أيضا وصول نادي السويق إلى مراحل متقدمة في الدوري وفي مختلف الألعاب. إلى فقرة نجم حيث سنسلط الضوء اليوم على نجم منتخب الإمارات علي مبخوت المهاجم القناص الذي لا يغيب طريق الشباك. علي مبخوت الهاجري اللاعب الإماراتي صاحب 28 ربيعا يعد أحد أبرز المهاجمين في القارة الصفراء خلال السنوات الأخيرة، بل أفضل من أنجبتهم الملاعب الإماراتية في خط الهجوم، حيث سبق وإن قاد منتخب بلاده لنصف نهائي بطولة أمم آسيا 2015، وقدم مبخوت خلالها مستويات خالدة في ذاكرة كل المتابعين والعشاق، وأصبح هداف البطولة آنذاك بتسجيله 5 أهداف. ولا زال مبخوت في قمة عطائه الفني في البطولة القارية الحالية المقامة على أرض الإمارات، حيث أحرز ليلة الأمس 2 أهداف بلاده في اللقاء أمام منتخب قرغستان وثالث أهدافه في كأس آسيا 2019. يتميز أداء علي مبخوت بسرعة الحركة وقوة التسديد، هو مراوغ بارع ومهاري فذ وهداب بالفطرة. أيها الأحبة وصلنا إلى ختام الحدث، شكرا لكرم المتابعة وشكرا لطاقم برنامج الحدث، إلى اللقاء.